احنا عملنا افضل. تقرير كده صوتي لحضرتك اوكي يعني بمناسبة حضرتك معانا طبعا في قناة النادي الاهلي، نشوفه مع بعض كده ونرجع اتفضل. تاني، نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع تاني. شريف العريان رياضي من طراز خاص، لاعبا واداريا، هو واحد من صناع القرار في الرياضة المصرية خلال السنوات الماضية. بدأ حياته ممارسا لثلاث رياضات وهي سيف المبارزة، الرماية ضغط هواء 10 متر، الخماسي الحديث، ومثل مصر فيها جميعا. هو شريف أحمد فؤاد العريان، والمولود في 28 من نوفمبر عام 1970، حاصل على بكالوريوس هندسة من الجامعة الأمريكية عام 92، كما أنه شارك مع بعثة مصر في أولمبياد برشلونة في نفس العام، كما أنه أصغر لاعب يتوج ببطولة الجمهورية للخماس الحديث ريال ولم يكن يتجاوز 15 عاما، كما كان يحمل رقم مصر القياسي لبطولة الجمهورية للمسدس ضغط هواء قبل أن يتم كسر الرقم عام 1991، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل رياضي في الجامعة الأمريكية بداية التسعينيات من القرن الماضي. وعقب اعتزاله عام 1992 توجه للتحكيم الدولي، وتم اختياره كأفضل حكم دولي في بطولة العالم للخماس الحديث عامي 1999 و2000، ثم بدأ الاتجاه للعمل الإداري، وتم انتخابه نائبا لرئيس اتحاد الخماس الحديث في عام 2008، قبل أن ينتخب رئيسا للاتحاد نفسه منذ 2012 وحتى الآن، كما تم انتخابه في عضوية اللجنة الأولمبية المصرية منذ 2013 وحتى 2017، وتم اختياره عضوا بالمكتب التنفيذي للجنة عام 2015، قبل أن يتم انتخابه بالتزكية أمينا عاما للجنة الأولمبية المصرية. امتدت مسيرة العريان الناجحة لرئاسته لبعثة مصر في أولمبياد الشباب بالصين صيف 2014، والتي حقق فيها الفراعنة الصغار 11 ميدالية كرقم قياسي، قبل أن يتم كسره في أولمبياد الأرجنتين ب 12 ميدالية، كما شغل منصب نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وبالنظر لنجاحاته خلال رئاسته لاتحاد الخماس الحديث، فقد نجح في قيادة الاتحاد ليكون واحدا من ضمن أفضل 5 اتحادات على مستوى العالم، فنجد أن منتخب الشباب نجح في الهيمنة على منصة التتويج ببطولة العالم للشباب عام 2018، كما حصد الثنائي أحمد أسامة الجندي وسلمى عبد المقصود ذهبيتان من أصل 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين من نفس العام. وأخيرا تم تكريم أحمد أسامة الجندي كأفضل ناشئ على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، كما حصلت مصر على ثاني أفضل اتحاد على مستوى العالم بعد روسيا. يمكن تاريخ عريض ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا.